معنا خبر عن البنك المركزي. بيقول أعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر، وده أعلى ارتفاع اتسجل من 27 سنة. تفاصيل أكتر عن هذا الخبر معنا دلوقتي على تليفون دكتور وليد جبلة، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. صباح الخير يا دكتور، منورنا دايما في صباح مي. اهلا وسهلا، صباح الخير استاذ مارينا، وصباح الخير استاذ اندرو، وصباح الخير لكل الساده المشاهدين. صباح الفل يا دكتور، اهلا بحضرتك منورنا. اهلا بحضرتك يا دكتور. استاذن حضرتك، تكلمنا عن نسب الارتفاع في الاحتياطي النقدي الاجنبي في مصر، وكمان ايه المتوقع الفتره اللي جايه، ان الاحتياطي الاجنبي يزيد ولا ايه المتوقع؟ هو طبعا يعني انا عايز اقول ان الارتفاع هو الاعلى تاريخيا، يعني هو ليس فقط ال 27 سنه اللي فاتت، ولكن هو الاعلى على الاطلاق، لم نصل الى هذا الرقم نهائيا. طبعا ده مرتبط بمجموعه من الاجراءات احنا شفناها اعتبارا من توقيع اتفاقيه راس حكمه. هذه الصفقه المهمه جدا اللي ضخت الاقتصاد المصري حوالي 35 مليار دولار في حوالي يمكن شهرين او اكثر شويه. الاقتصاد المصري الحقيقه اكبر من صفقه راس حكمه، وايراداته كبيره جدا، ولكن كان عندنا مشكله متعلقه بالافق، كان عندنا مشكله متعلقه بالواقع بالتعامل مع السوق الموازي. نجحت هذه الصفقه انها تعطي او تجعل الاقتصاد المصري يتنفس، وتجعل صنع السياسات الاقتصاديه والاداره الاقتصاديه تسبق السوق. بالتالي فاننا تابعنا ورود الدفعتين او ورود المقدم على دفعتين لهذه الصفقه، واللي واكبه اجراءات قامت بها الحكومه من خلال تبني سعر صرف مرن، ساعد او دفع المصريين على التنازل على مبالغ تاريخيه من العملات الاجنبيه، كما دفع نحو عوده تحويلات المصريين بالخارج الى الجهاز المصرفي. الثقة الموجودة في الاقتصاد المصري دفعت إلى عودة استثمارات الأجانب في الديون الحكومية. كل هذه الأمور دفعت على زيادة الاحتياطي. طبعا متوالية النجاح مثل متوالية التراجع، يعني لما كان عندنا مشكلة فاحنا كنا بنلاقي سعر الصرف العملات الأجنبية بيزيد بيزيد بيزيد. الإدارة الاقتصادية أعادت الاقتصاد إلى مساره، فأصبحنا النهاردة الاحتياطي بيزيد. لما بيزيد إلى مثل هذه الأرقام بيترتب عليها زيادة الثقة في الاقتصاد، بيترتب عليها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، زيادة استثمارات الأجانب في مجال الاستثمار المباشر وغير المباشر. لما يقوموا بكده يقوم الاحتياطي يزيد أكثر، فلما يزيد أكثر يعطي ضمانة أكثر. إذن فالاقتصاد يعني عاد الى مساره الطبيعي في تحقيق انجازات بيتم التعبير عنها من خلال زياده الاحتياطي. يعني انا بعتبر ان زياده الاحتياطي هي اثر وسبب في نفس الوقت، هي اثر لما تم من اجراءات، وهي سبب في ضخ مزيد من الثقه في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات في الفتره القادمه. طب يا دكتور، يعني الحقيقة كل اللي حضرتك بتقوله ده كلام كويس جدا، وأهداف مرجوة نتمنى تحقيقها، والاقتصاد المصري يعود مجددا لصلابته وقوته. بس سؤالي لحضرتك، كيف نحافظ على ما وصلنا إليه برغم التحديات الكبيرة اللي الاقتصاد بتاعنا بيواجهها من خلال حتى المنطقة كلها، مش من خلال مصر بس؟ طبعا مواكبة الأحداث، المتغيرات العالمية أصبحت سريعة جدا، الأحداث العالمية سريعة جدا، لا نكاد ننتهي من مشكلة وتظهر مشكلة أخرى. بنحافظ لما بنكون مراقبين كويس اللي بيحصل في العالم، عندنا رؤية استباقية، عندنا آلية للإنذار المبكر للأزمات. يعني طبعا ربما يكون التعديلات الحكومية الحالية وضخ دماء جديدة في الإدارة الاقتصادية هيكون برضو من العوامل المساعدة، يعني مع نجاح المجموعة الحالية، إلا أن ضخ دماء جديدة يمكن أن يدفع العمل الوطني إلى الأمام، ويمكن أن يكون له دور في استباق الأحداث، وأن يكون له إضافة جديدة. يعني أتمنى أن المجموعة الوزارية القادمة يكون فيها وزراء للاستثمار والاقتصاد، يعني ده هيكون شيء يعني مفيد جدا.
دكتور تكيد. وليد جبلة الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، كنت معنا عبر الهاتف، بشكر حضرتك يا فندم.